أعزائي المشاهدين، أهلا بحضراتكم مرة تانية. اتكلمنا عن أصل شم النسيم، واتكلمنا عن العادات الفرعونية القديمة. مهم قوي بقى النهاردة أن نلاقي حد يعالجنا أو يقول لنا إحنا هنعمل إيه بعد اللي إحنا هنعمله لما نروح بيوتنا، أو الناس تقدر تحتفل بيه، وخصوصا اللي بياكلوا فسيخ ورنجة وملوحة وسردين وحاجات كتير قوي. نعمل في نفسنا إزاي وبشويش على نفسنا عشان نقضي شم النسيم هادي بإذن الله. مساعدني يكون ضيفتي الكريمة في هذه الفقرة الدكتورة نيهال غنيمي، أخصائي التغذية العلاجية. كل سنة حضرتك طيبة. حضرتك طيبة. احنا بنعمل عمايل في نفسنا، دي حقيقة مش كده؟ يعني عرفنا ان احنا مصر فرعونية كانت بتاكلوا الأسماك المملحة وجنبها بعض الحاجات والخضروات عشان ترطب اللي احنا بنعمله. جميل. طيب الوقتي يعني عشان حد نفسه ياكل فسيخ او رنجة تمام او ملوحة، ياكلها ازاي؟ وناكلها مع ايه؟ حلو. طيب نبدا بالرنجه مثلا. لا دي لطيفه قوي. الرنجه دي لطيفه فعلا. ومغذيه جدا على فكره. ايوه. طيب المفاجاه بقى، الخوف مش من كميتك. يعني كل الناس تقول لك ايه احنا خايفين، لان طبعا ملح كتير ويرفع الضغط ومش يرفع طبعا الضغط. امراض الضغط يعني مرضى الضغط طبعا بيخافوا جدا. تمام. بس احنا هنعرف ازاي ناكلها مع ايه؟ أرجوكي عشان أنا هروح أكل رنجة صراحة. طبعاً كلنا هنأكل رنجة. طيب المفاجأة بقى اللي بقولك عليها، إن مش الملح هي المشكلة. مال إيه المشكلة؟ كمية الملح ممكن أتصرف فيها عادي جداً، وجسمنا لو إحنا أصحاء ما عندناش أمراض مزمنة بيقدر يتصرف فيها، وبناكل شوية حاجات ونشرب شوية حاجات كده، شوية الصوديوم الزيادة دول يخلصوا. تمام. المشكلة الحقيقية في إيه بقى؟ في إيه بقى؟ في كمية النشويات والعيش اللي إحنا بناكلها مع الرنجة. هو الصوديوم بيرفع الأنسولين؟ لا، امال النشويات بقى هي اللي هترفع لي الانسولين. طيب كل جرام نشويات انا باكله بيخزن لي قدامه العيش البلدي كده. كده يخزن لي قدامه تقريبا 4 مثلا ملي ميه تخزين. يا فلو كلت 100 جرام نشويات، ادي دخلنا في نص لتر مثلا 400 ملي ميه متخزنه. فانا ببص للملح وما ببصش انا باكل عيش قد ايه. طيب العيش هو اللي بيرفع الانسولين، فيبدا طبعا هو ده في تخزين الدهون. طول ما الانسولين عندي عالي الدهون بتتخزن جسمي. تمام. فمرحله كده تخزين الدهون. تمام. فاحنا لو قننا كميه النشويات اللي بناكلها مع الرنجه، وهنشوف دلوقتي بقى ناكلها بايه ونشرب ايه ونعمل شويه تريكات كده، مش هيبقى في اي مشكله والرنجه هتبقى في الدايت عادي. حلو قوي. يعني الدكتوره نيهال استهلت مش ان احنا دلوقتي ناخد الرنجه ناكلها ازاي هنقول، لكن النشويات هي اللي بتعمل لنا مشكله في ان هي اللي بتحجز لنا الصوديوم. بالظبط. وهي دي اللي بتعملها مشكله، تخزن الميه. ايوه. تخزن ميه وطبعا بتخلي الانسولين مرتفع، فطبعا تخزين الدهون شغال، فهي دي المشكله الاساسيه. خلاص عرفنا مشكله، نقلل العيش شويه. حلو جدا. جميل. دي اول خطوه. جميل. تاني حاجة بقى، لازم الرنجة أكلها مع فايبرز كتير، ألياف كتير. أيوة. خضروات وبالذات بقى بصل، لازم بصل ده مضاد بكتيريا طبيعي. أيوة. بقدونس وكرفس عشان بجد؟ طبعا انا ما جبتش بقدونس وكرفس امبارح. ده طب اشربه. لا هبعت اجيب بقدونس وكرفس. تمام. في السلطه، طبق سلطه عندي يبقى مليان بقى من الخضار، فلفل الوان، كل ما الوانه كترت كل ما يبقى احسن. خيار، الحاجات اللي فيها ميه كتير والحاجات اللي فيها بوتاسيوم زي البقدونس والكرفس علشان تعادل كميه الصوديوم اللي انا خدتها. طيب الرنجه ناكلها مدخنه ولا مش مدخنه؟ مدخنه عادي جدا. مدخنه. مدخنه عادي جدا. طيب امراض الضغط بقى العالي. ايوه. ومرضى الكلى. نتخلص شويه من الملح اللي موجود بشويه تريكات كده، مثلا نحطها في ميه مغليه 5 دقائق. او مش هتديها ريحه طعم زفاره خالص. طب لا هي خلاص ما دام اتدخنت خلاص. تمام. حلو. ده بينزل، انا بقول لحضرتك الاسئله اللي دايما. ايوه صح. ده بينزل كميه من الصوديوم كبيره جدا في الميه دي. تمام. طعمها بيبقى طبعا دلع بقى شويه، وكميه الملح دي تخلصنا تقريبا من نصها. هايل. كلناها بقى مع طبق سلطه حلو. الرنجه مفيده جدا. نحط عليها طحينه؟ نحط، مفيش مشكله. هي اصلا مصدر اوميجا 3 عالي جدا. وبروتين، يعني هي في حد ذاتها سمكه دهنيه جميله جدا. تمام. حلو. كلناها مع بقى طبق سلطه حلو، عليه ليمون، عليه خل تفاح، عليه بصل، عليه متقطع بقى كل الخضروات اللي انت عايزاها. خدتي فيتامينات ومعادن وانتي اوكسيدنت ومطهرات طبيعيه زي البصل والليمون والليمون وخل التفاح بقى، ويسيطروا لي على الموضوع الاكل الكارثي اللي احنا بنعمله، يبقى خطيره. انت كده اكلتي وجبه صحيه. حلو قوي.
حلو قوي. معلقه طحينه دهون صحيه، زودي كمان قيمه عادي جدا مفيش اي مشكله. حلو قوي. فكده اصلا ممكن تاكليها عادي في الدايت وما فيش اي جريمه ولا اي حاجه، ما فيش اي حاجه احساس بالذنب ان الواحد اكل. بالعكس. لكن احنا نسكت؟ لا ما نسكتش طبعا، احنا مش هنسكت. فين الفسيخ؟ أوه. الناس اللي بتحب الفسيخ صح. فين السردين؟ في ناس بتحب الملوحه، دي بعض المحافظات زي الصعيد بيحبوا الملوحه اللي هو يعني ملحها هي اسمها ملوحه. فدي يعني بتعمل ايه عشان يكسروا حده الحاجات دي؟ حلو جدا. الحاجات دي بقى ملحها طبعا عالي جدا اكتر من الرنجه كمان. خلي الفسيخه دلوقتي على جنب، خلينا نتكلم عن دي شغلانتها شغلانه. بالظبط. دول نعمل ايه بقى؟ ناخد الحاجات زي ما قلنا اللي فيها بوتاسيوم عالي عشان يعادلوها. نشرب ميه كتير جدا طول اليوم اللي هناكل فيه الحاجات دي، طبعا كميات مش كبيره. من 2 ل 3 لتر ميه. هنشرب شاي البقدونس والكرفس دلوقتي في باكيتس، او نغليهم ونشرب الميه بتاعتهم. شاي البقدونس والكرفس. حلو قوي. حلو. هنقلل برضو النشويات في اليوم ده كتير جدا، لان كفايه قوي الميه اللي خزناها من كميه الصوديوم. تمام. حلو جدا. في فواكه كمان فيها نسبه بوتاسيوم وفيها ميه كتير بتساعد ان برضو الميه تنزل من الجسم، زي الكانتالوب والبطيخ ما اكترهم دلوقتي. انا جبت بطيخ وكانتالوب. حلو جدا، فيهم نسبه بوتاسيوم حلوه قوي. تمام. فلو عملنا كده زي ما قلنا تاني، هنرجع نقول مرضى الضغط العالي يخلي بالهم. تمام. ويقنن الكميه جدا. تمام. او يمتنعون. والحوامل طبعا، الحوامل بالنسبه للاسماك المملحه خليكي في حالك، يعني ما اكلتيش ما تخليكي في حالك واللي انت شايلاه، يعني حافظي على نفسك وعليه. برضو بيبقى عرضه جدا ان هم ضغطهم يعلى بالذات. أيوه. في الشهور الاخيره. أيوه. يخلوا بالهم كويس قوي. فلو عملنا شويه التركات دي، طبق السلطه الحلو اللي بالليمون والبصل وخل التفاح، ميه كتير جدا من 2 ل 3 لتر، شاي البقدونس والكرفس، والسلطه يبقى فيها بصل والبقدونس والكرفس. حاجه بقى عايزه اسالها. اتفضل. دلوقتي في شيوم شم النسيم بنبقى بنخلي ولادنا، كان زمان يعني. أيوة. لما كانوا صغيرين ان هم يلونوا بيض وياكلوا بيض مسلوق، وبعدين يبقى بعديها بناكل بيض مسلوق. أيوة. وبعد كده ناكل رنجه. هل كلمه مقوله سمك لبن تمر هندي تنطبق على اللي احنا بنعمله ولا لا؟ لا، الحقيقه هي طقوس تلوين البيض وان احنا ناكل بيض. بس السمك لبن تمر هندي على اللي احنا بنعمله في بطننا دي حقيقه بقى. طبعا بيحصل بعد يوم شم النسيم عسر هضم مش طبيعي. ايوه. طيب هو ده برضو اللي بيعمله بقى الفسيخ اكتر. يعني ان انا اكل بيض الصبح، ويا ريت نلونه بقى بحاجات طبيعيه زي زمان ما كنا بنحط البنجر يدي والقشر البصل. ايوه، قشر البصل يدي سماء. ومش عارفه نحط بقدونس فيدي اخضر. لا حضرتك دلوقتي يعني مثلا دعاء عايزه تروح عماله تفكر هتعمل ايه لاحفادها وتجيب لهم ستيكرز ايه، وايه الموضه، وايه اللي طالع جديد. مش عارفين يعملوا ايه. دي مشكله الالوان بقى اللي بنلون بيها الصناعيه دي. فعادي ان احنا نفطر بيض في شم النسيم، مفيش مشكله. والغدا زي ما قلنا رنجه بالتريكات بتاعته دي هيعدي عسر الهضم بقى. أيوة. الفسيخ. الفسيخ لان في يعني في شريحه كبيره بتحبه، وفي شريحه اخرى بترفضه. صح. اللي بيحبوه نقول انها فايدته ليهم ايه؟ طيب. واللي بيرفضوه اضرارهم بالنسبه لهم ايه؟ طيب، الفسيخ برضو سمكه دهنيه كويسه، هي البوري. سمكه هي السمكه البوري، سمكه دهنيه وفيها اوميجا. بتتعمل ازاي؟ بتتغلف جامد جدا، حط عليها كميه ملح كبيره قوي، تتغلف جامد قوي، يمنعوا عنها الهواء لمده اسبوع. اللي بيحصل بقى لما هي فعلا البكتيريا الانيروبيك اللي هي لا هوائيه تبدا بقى تشتغل عليه وتحلله. هو ده بتبقى الفسيخه الحقيقه. البكتيريا دي بتعمل حاجه زي دي اللي بتستخدم على فكره للبوتوكس. الكوليستريديوم باتلين دي بتستخدم للبوتوكس، بتعمل ايه؟ شلل للعضلات. شلل. شلل يعني كده مؤقت. احنا بنشلل نفسنا. بالظبط. شلل. فده اللي بيعمل بقى ايه؟ لو كان كميه كبيره من الفسيخ دي او من مصدر غير مضمون. لا، ده لو غير موثوق ده فيه، ده يبقى الفسيخ اصلا بايظ. هروح مركز السموم على طول. والله فعلا بتوصل لتسمم، وهنقول اعراض التسمم ايه عشان لو جات لنا نلحق نفسنا. بالظبط. انما لو كلنا كميه كبيره جدا، ايه اللي بيحصل؟ بطني بتوجعني وعندي مغص، انما ما وصلتش للتسمم. ده من اعراض البكتيريا اللي انا كلتها من الفسيخ وسببت لي وقتي شلل في عضلات المعده. احنا معدتنا عضله
والامعاء نفس الموضوع. بنعمل في نفسنا كده، بنعمل في نفسنا كده بيحبوه. افهم من كده ان حضرتك مش هتاكلي النهارده فسيخ؟ لا احنا كنا خلاص بقى يعني بعد رمضان كان هوج ترنجة كده ومفيش رنجة مفيش حقيقه. كفايه قوي كفايه. فده اللي بيحصل، فيبدا بقى في عسر هضم. طبعا برضو في كميه ملح كبيره، فلازم نشرب معاه ميه كتيره قوي، نقنن الكميه. وزي ما قلنا برضو هو بياكل عيش كتير قوي. فده اللي بيحصل بقى، كميه النشويات مع كميه عملنا شغل محتاج يعني امن وطني وامن قومي ان احنا نفصل اللي احنا عملناه ده لازم. طيب لو قلنا بقى مصدر غير موثوق من الاعراض، لا قدر الله يا رب ما حدش ابدا يجرى له الاعراض دي يا رب يا رب. طيب عشان افرق بقى، انا عندي بقى مشكله جات لي من الفسيخ ولا ده تسمم حقيقي؟ تمام، افرق ازاي؟ اولا العسر الهضم الطبيعي ده، بطني وجعتني، مش قادره اخد نفسي، ده انا تقلت في الاكل، وزي ما قلنا الاعراض دي من ايه؟ وبتحصل وقتيه يعني بعد ما اكل على طول. بعد بقى من 4 لـ6 ساعات لو الاعراض دي ظهرت، ده موست بروبابلي بيبقى تسمم. ايه بقى اللي الأعراض؟ هي اسهال شديد، ترجيع مستمر، درجه حراره مرتفعه، ساعات بقى زغلله في العين، دوخه. ده الموضوع دي كلها اعراض تسمم طبعا. عشان كده بنقول الحامل ممنوع منعا باتا. انا قلت لها من البدايه خليكي في حالك اصلا. لا الفسيخ بقى كمان بالذات يعني الرنجه ممكن تتحايل بالشويه التريكات اللي قلنا عليها دي وتاخد حاجه صغيره، انما الفسيخ ممنوع منعا باتا للحوامل. ممنوع طبعا. بعد اللي قلتي دي انا هروح اكل جبنه وبطيخ يعني. انا هاكل جبنه وبطيخ بس، مش هروح اكل اي حاجه. انا كنت هاكل رنجه. لا ناكل رنجه عادي. اكل رنجه زي ما قلنا كده. خلاص حلو جدا. فالتسمم ده ممكن نلحقه في البيت، ان احنا لو ما فيش قيء مستمر يعني يدوب اسهال ودرجات حراره مرتفعه، بنسيطر على درجه الحراره ونشرب لبن ساقع. ده بيمتص بعض من السموم. ايوه لبن ساقع. بيمتص نسبه كبيره. معلومه جدا. يمتص نسبة كبيرة من السم. أول ما تظهر أعراض إن في قيء بس مش كتير قوي. يعني وفي إسهال. أيوة إسهال. حرارة مرتفعة، زغللة في العين ودوخة. نشرب كوباية مية ساقعة. لبن ساقع. مظبوط. تمام. طب افرض في قيء مستمر. أقول لك سؤال مستفز بقى، لأن دايما حاجات ممكن أقول خالي الدسم ولا كامل الدسم ولا خالي من اللاكتوز يعني. كامل الدسم. كامل. مش دي الأسئلة اللي بتيجي ساعات؟ دي حقيقة. طيب تمام. طيب لو قيء مستمر هنطلع على المستشفى على طول، عشان لازم بقى هناخد ايه حاجات حقن مضادة للقيء، لان انت اي دواء هتاخديه مش انا مش هاكل حتى جبنة بطيخ. لا 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 ازاي. هي دي مشكلة الفسيخ بقى. دي مشكلة الفسيخ. طيب دلوقتي حضرتك تفضلتي ان احنا لو هناكل رنجة، ويعني خلينا في الرنجة كده في السيف سايد، ان يبقى في طبق خضروات محترم. مظبوط. اوكي طيب خلصنا واكلنا وقللنا النشويات عشان ما نحفظ ما نزودش من نخزن الاملاح جوانا. جميل. نشرب ايه بقى؟ أيوة. اليانسون وحضرتك قلتي الكرفس، شاي البقدونس والكرفس. شاي البقدونس والكرفس ده مهم جدا بالنسبه لي، من اكتر الحاجات اللي بتعمل ديتوكس وبتطلع الميه من الجسم طبيعي. تمام. الشاي الاخضر مضادات اكسده. على اساس اننا كلنا نعمل كارثه نكبه شاي اخضر يعني. ومن غير سكر. بالظبط كده. طيب تمام. الشاي الاخضر، كل الاعشاب العطريه اللي ممكن تريح المعده وبتساعد على الهضم. تمام. دي كلها حلوه جدا ان احنا نشرب. اهم من ده كله الميه، شرب الميه. شرب الميه. شرب الميه طول اليوم. مهم قوي قوي ان احنا نشرب الميه بعديها، بعد ما ناكل اكله الرنجه الحلوه دي وخدنا معاها خلاص كل اللي احنا قلناه، نشرب بقى ميه كتير. والشاي البقدونس والكرفس، الشاي الاخضر، المشروبات الاعشاب العطريه كلها هايله جدا. تمام. المهم بقى ان تاني يوم ممكن بقى علشان نعادل، او لو احنا بنحافظ على نعمل صيام متقطع، والله ممكن فعلا نقلل فعلا كميه النشويات تاني يوم. لو بنحافظ على وزننا كده خلاص، ولا كانها عدت. بص الدنيا سهله دكتوره نهال يعني قالت لنا على وصفه، والله دي وصفه هايله. يعني انا سعيده جدا بحضرتك. بشكر ضيفتي الجميله والكريمه دكتوره نهال غنيمي، اخصائي التغذيه العلاجيه. نورتيني. كل سنه وحضرتك طيبه. ميرسي جدا. اعزائي المشاهدين، وصلنا لنهايه فقرات زينه، لكن فترتنا مفتوحه ما زالت متواصله مع حضراتكم. هنلتقي بعد الفاصل مع طعم البيوت والزميله العزيزه دعاء عبد المجيد باللون الجميل اللي هي لابساه.